ابتغي بذلك وجه الله، لا بد أن تبتغي بذلك وجه الله. أعطنا مثال يا ربي، مثال زائد عشان نفهم هذه الأعمال وين تروح. قال الله تعالى: فمثله هذا الذي يعمل الصالح ويدمر الأعمال الصالحات، هذا الذي ينفق من أجل رئاء الناس، هذا الذي ينفق عشان يؤدب الناس، هذا الذي يروح يزور عشان ابن عمه زار فلان، يبه عمي زار خالتنا الكبيره الجمعه الماضيه مو بحسن منا، لا يقبل الله منك. لازم تزور لله، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما. اذا كنت تخاف على اعمالك الصالحه فلا تذهب عنك هذه الآية في سورة النساء: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله.